ذهب إلى جائزة على أحسن كل لاعب لعام 2021 و2022. السيد شيفرين هو من سيعلن عن أحسن لاعب لعام 2021 و2022، هو كريم بنزيما لموسم 2021 و2022. شكرا كريم، تهانينا كريم على هذه الجائزة، شيء لا يصدق وشيء جميل أن أراك على هذا الركح بعد ذاك التألق في المواسم الماضية. ما يعني الفوز بدوري أبطال أوروبا وبهذه الجائزة لأول مرة؟ أولا سعيد جدا، سعيد جدا بتواجدي هنا، وأريد أن أشكر رئيس نادي ريال مدريد والسيد كارلو أنشيلوتي، لأنه دون رئيس النادي ودون السيد كارلو أنشيلوتي ما كنت لأفوز باللقب وما كنت أفوز بهذه الجائزة. هناك المهارات الفردية، ولكن أنا سعيد بالانتماء إلى عائلة نادي ريال مدريد. لقد كان موسما استثنائيا بالنسبة لك يا كريم بنزيما. ما هي اللحظة الحاسمة التي تتذكرها في الموسم الماضي؟ أعتقد أن الموسم الماضي في الليغا الإسبانية وفي دوري أبطال أوروبا كان موسما استثنائيا، ولكن أحسن لحظات كانت أو حصلت خلال مباراة العودة التي جمعتنا ضد نادي البي جي، حيث أننا قلبنا الأمور رأسا على عقب، وتلك المباراة مباراة العودة ضد نادي البي جي أعطتنا الثقة الكبيرة في النفس. صحيح مباراة العودة ضد نادي البي جي حققت النقلة النوعية في مشوار ريال مدريد. في بعض اللحظات كان نادي ريال مدريد قاب قوسين أو أدنى من الخروج، ولكن أنتم من عرفتم الجميع على معنى كلمة الريمونتادا أو العودة من بعيد، وقلب الأمور أسن على قب. هذه كرة القدم. نحن في ريال مدريد لا نستسلم أبدا. حينما نخسر في مباراة الذهاب لا نخشى من مباراة الإياب، خاصة إذا كان لديك قاعدة جماهيرية كبيرة مثل قاعدة نادي ريال مدريد. السؤال الأخير بالنسبة لي، سؤالي هو كارلو أنشيلوتي حصل على جائزة أحسن مدرب وقال كلمات جميلة عنك يا كريم بنزيما، قال طبعا أنك صديقه، ما معنى أن تكون شخص يدربه السيد كارلو أنشيلوتي؟ السيد كارلو أنشيلوتي حسب رأيي هو أحسن مدرب في العالم، لأن هذا المدرب ليؤسس لشراكة بين كل اللاعبين. هذا لاعب أو هذا مدرب لديه النقد البناء ويتكلم بموضوعية مع كل اللاعبين، يتحدث مع كل اللاعبين قبل المباراة ويخص بالذكر التكتيك الذي يجب احترامه على أرضية الميدان. علاقتي جميلة جدا مع سيد كارلو أنشيلوتي وتسير على أحسن ما يروم، وأنا محظوظ بأنني لاعب يدربه السيد كارلو أنشيلوتي، وأتمنى أن يبقى السيد كارلو أنشيلوتي في نادي ريال مدريد. الشكر موصول مرة أخرى إلى كريم بنزيما وألكسيا بوتيس على الحصول على جائزة أحسن لاعب وأحسن لاعب. نريد منكم أن تصفقوا بحرارة لأحسن لاعب لعام 2021 و2022 وأحسن لاعب.